عكس العدوان التركي على سوريا بذريعة حماية أمنها القومي الأطماع التوسعية لرجب طيب أردوغان في محاولة منه للهروب إلى الأمام بحسب الخبراء ونقل التحديات والمشكلات التي تواجهه في الداخل إلى الخارج. وأكد مراقبون أن العدوان على سوريا بحجة أنه يهدف إلى حماية أمن تركيا القومي من الإرهاب الكردي ليس قرارا مقنعا للكثيرين، مشيرين إلى أن الأكراد عرق يشكل من الديموغرافيا الكردية في تركيا نسبة كبيرة وفي العراق وفي إيران وكذلك في الشمال الشرقي من سوريا. وأوضحوا أن فشل أردوغان في إدارة الداخل التركي وكثرة الجبهات المناوئة له وتخلي بعض الرفاق المؤسسين لحزبه عنه جعله يقدم على مثل هذه العملية غير المضمونة العواقب. عدوان تركيا على سوريا أثار انتقادات دولية وعربية ضد تلك الخطوة التي أدت لمقتل العشرات ونزوح مئات الآلاف من منازلهم هربا من أعمال القتال، مما خلق كارثة إنسانية بجانب فرار مقاتلي داعش من المعسكرات التي كانت تقع تحت إدارة القوات الكردية. ورغم الاتفاق التركي الأمريكي على تعليق العمليات العسكرية، إلا أن أنقرة أكدت استئنافها القتال فور انتهاء المهلة التي تم التوافق عليها إذا لم تقم واشنطن بنقل المقاتلين الأكراد خارج المنطقة الآمنة المزمعة التي تسعى تركيا لإقامتها بعمق 32 كيلومترا داخل الأراضي السورية. وأكد خبراء أن العدوان على الشمال السوري هو تحرك نابع من دوافع أردوغان للتضليل على فشله في الداخل وإلهاء الشعب التركي عن ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية. ويرى آخرون أن تركيا تسير من سيء إلى أسوأ في ظل حكم أردوغان وانهيار الليرة واتجاه المستثمرين الأجانب إلى الخروج من تركيا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة. هذا الحوار يدور حول الحالة الأردوغانية. أردوغان وصل بحد الدكتاتورية إلى حد التفكير في إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023 خوفا من المعارضة. من فترة يعني انتزع من سيطرة أردوغان مدينة إسطنبول، وكمان بعد قراره المفاجئ بإقالة ثلاثة من رؤساء البلديات جنوب شرق تركيا أثار حالة من البلبلة الكبيرة، وبعدها توحدت المعارضة في وجه أردوغان. أردوغان الآن بيخشى المعارضة بشكل كبير وبيخشى انهيار حزبه في الانتخابات الرئاسية القادمة. بعد فقدان السيطرة على الداخل لجأ أردوغان إلى محاولة كسب الرأي العام الداخلي من خلال الاعتداء على دول الجوار. وشفنا مع حضراتكم الاعتداء السافر من تركيا على سوريا الشقيقة وأثار موجة من الانتقاد الدولي، والكل شاف أن أردوغان وهجومه على سوريا غير مبرر على الإطلاق. وليس ببعيد الرسالة التي أرسلها الرئيس ترامب إلى أردوغان والتي اتهمه فيها بالغباء وأنه شخص أحمق على حد وصف تعبير الرئيس الأمريكي. في هذا الحوار هنفهم من حضراتكم الحالة الأردوغانية مجتمعة من خلال هذا الحوار الذي أرحب فيه بالكاتب الكبير الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أستاذ أحمد منورني، أهلا وسهلا. أهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحالة الأردوغانية نبتدي منين الحكاية؟ تبتدي حضرتك من المنطلق اللي حضرتك قلته، وضع داخلي متأزم، خسارة مجموعة من البلديات المهمة جدا في الانتخابات البلدية التركية على رأسها بلدية اسطنبول لصالح حزب الشعب الجمهوري. بلدية اسطنبول بتمثل كما ورد على ذكر أو على لسان أردوغان نفسه البلدية الأهم، واللي منها في الانتخابات البلدية هو تصوره ده، لأن هو وصل إلى كل اللي هو فيه عبر بلدية اسطنبول، إن اللي بيوصل لحكم بلدية اسطنبول بيصل إلى حكم بتكون البداية، بيصل إلى حكم تركيا بعد كده. طبعا الخسارة دي مرتبطة بتراجع مجموعة من المؤشرات المهمة، تراجع تركيا على درجة النمو الاقتصادي، حققت أقل درجات النمو الاقتصادي في دول الإقليم، ارتبطت بارتفاع معدلات البطالة، ارتبطت ب
تراجع معدلات السياحة، ارتبطت بارتفاع معدلات الفساد، ارتبطت بمجموعة من المؤشرات المهمة يمكن أهمها اللي بيتعلق به أن 95% يمكن قبل انتخابات البلدية مباشرة كان حزب الشعب الجمهوري أطلق مجموعة من التصريحات النارية تتعلق بوضع الإعلام في والصحافة في الداخل التركي، وقال أن 95% من الإعلام والمنصات التركية تخضع لرقابة مباشرة من حزب العدالة والتنمية. لما بنبص لكل ده لازم نبقى متفهمين تماما أنه هو بيعمل هذا التضييق الإعلامي على المنابر الإعلامية في الداخل، بيحاول أنه هو يصور هذا النظام التركي بالدعم للحريات، وبيطلق منصات إعلامية تناصب العداء للدول، مش بتناصب العداء للدول بس بل وبتحاول أن تهدم ثوابت الدولة الوطنية، تهاجم هذه الدول في رموزها، تهاجم هذه الدول في مؤسساتها، تحاول أن تزعزع من كيانات هذه الدول. مش بس ده، بيوجه الأموال اللي بدل ما توجه للتنمية ورفع معدلات النمو في الداخل التركي بيوجهها إلى دعم التنظيمات الإرهابية وإلى إرسال السلاح. يمكن احنا بنتكلم انك انت من 3 أيام تم تدمير مخزن سلاح كبير في جوار المصري في ليبيا في غرب مصر. صحيح. مخزن سلاح تركي كامل. طيب أردوغان في كل ده بيواجه أيضا بمجموعة من الإجراءات شديدة التقييد على التحرك في المجتمع التركي أو الحريات في المجتمع التركي. لما بتبص لده أنت بتشوف مثلا، ويمكن ده الخارجية المصرية تفضلت وأصدرته في بيان في 24 من سبتمبر الماضي، أنت بتبص تلاقي أنك أنت عندك حوالي 75,000 معتقل سياسي ما بين مدني وعسكري، وده بيفسره ارتفاع كبير، وده حصل على خلفية الانقلاب المزعوم أو التمثيلية الانقلاب تمثيلية الانقلاب صحيح اللي اتعملت في تركيا من 3 سنين. طيب 75,000 معتقل يعني سياسي ما بين مدني وعسكري، ارتفاع كبير جدا في معدلات بناء السجون في كل أنحاء الأراضي التركية لاستيعاب هذه الأعداد من المعتقلين دون وجه حق، عشرات من الحالات التي سجلت باعتبارها حالات وفاة دون سبب إلا التعذيب في قلب هذه السجون. في نفس الوقت أنت بتشوف أن في تم فصل ما يقرب من 138,000، ولازم نركز فصل 138,000 موظف يختلفوا في التوجه، يعني مش بس يعني مش بينتموا لتنظيمات إرهابية ولا بينتموا إلى منظمات بتنشر الفكر المتطرف أو تدعم أي نوع من أنواع الأفكار العدائية للمجتمع، لكن مجرد أنه هو بيختلف معاه في السياسات. تم فصل حوالي 138,000 موظف، ومنهم الحقيقة يعني قيادات وناس على مستوى عالي في مواقع كبيرة، موظفين مدنيين وقضاء ومدرسين ولواءات وجنرالات في القوات المسلحة في الجيش الليبي في الجيش التركي. بتلاقي حضرتك أنه تم مصادرة 3,000 مدرسة وجامعة لمصلحة حزب العدالة والتنمية، وما اكتفاش بده بل أنه قام باعتقال الأكاديميين اللي هم على خلاف سياسي معاه، يعني حتى الأكاديميين اللي على خلاف سياسي معاه قام باعتقالهم. على معدل الصحافة، يمكن احنا كنا بنتكلم أن حزب الشعب الجمهوري كان قال أن قبل الانتخابات البلدية 95% من الصحافة والإعلام في تركيا يخضع للرقابة المباشرة لحزب العدالة والتنمية. في حوالي 108 صحفي مقبوض عليهم، منهم 85 صدرت بأحكام مغيبة، أحكام مجهلة، ويمضون فترة الحبس. تركيا بتشتهر أن ال 108 دول، يعني علشان الناس تبقى عارفة برضو، التهمة الموجهة ليهم إهانة رئيس الجمهورية، وتحت هذه العبارة الفضفاضة بقى أي حاجة، حط أي حاجة ممكن تيجي تحتها في هذا الإطار. الدولة التركية شهدت أكبر نزوح لعدد من الأتراك إلى الخارج، يعني أنت عندك عشرات الألاف من الأتراك فروا إلى الخارج بسبب هذا الموقف الذي ينتهجه النظام التركي في الداخل. إذن النظام التركي في الداخل عنده أزمة شديدة جدا. لو هنقول أن القصة مش قصة سوريا بس،
ولكن القصة مرتبطة بتشكيلات الوضع التركي، عضويته في الاتحاد الأوروبي، علاقته بالمجتمعات الأسيوية، علاقته بالإقليم اللي هو إقليم شرق المتوسط، علاقته بما يعرف بثورات أو الدول اللي هو بيتخيل أنه صنع فيها ثورات الربيع العربي عبر وكلاء شركاء لي في الإقليم أبرزهم قطر على سبيل المثال. وتقدر تتكلم كمان عن مشروع الاستعماري الأردوغاني اللي هو بيحققه، أدواته في الشغل اللي هو بيشتغل بيها طبعا التنظيمات الإرهابية ودعم التنظيمات الإرهابية. أنا بس كل نقطة من اللي حضرتك قلتهم دول محتاج تحليل مبسط ليها، لأن الحقيقة تركيا في كل محور من المحاور اللي حضرتك اتكلمت عليها اشتغلت، وأردوغان شخصيا كان بيشوف أنه هو بيصنع مجد في كل مرحلة من هذه المراحل. يعني على مستوى العالم أردوغان في أزمة شديدة في علاقته بالدولتين الكبار، بعلاقته بروسيا وعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي النص علاقته بالاتحاد الأوروبي. علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة متوترة جدا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، خصوصا مع مجيء ترامب إلى السلطة. في نفس الوقت علاقته بالاتحاد السوفيتي شهدت نوع من أنواع الانفراج على هامش التفاوض بشأن ترتيبات في بشأن سوريا وبعض المفاوضات الملفات المتعلقة بالغاز والإقليم بصفة عامة. في نفس الوقت صفقات السلاح اللي تم إبرامها مع الجانب الروسي لا يمكن إن هي يتم تبريرها ب إن هو بيعمل نوع من أنواع يعني تنوع مصادر السلاح، لأن ده أمر مش منطقي في ظل ارتباطه بحلف شمال الأطلسي، حلف الناتو، وفي ظل ارتباطه بمجموعة من القواعد الأمريكية أشهرهم إنجرليك الموجودة في الأراضي التركية. فأنت بتتكلم على نظام شديد التبعية وشديد الولاء إلى الغرب. في نفس الوقت الغرب ابتدى يلفظه بسبب هذه السياسات. أولا الاتحاد الأوروبي من الواضح أنه هو رافض تماما لفكرة أن تركيا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وأصدر له مجموعة من المؤشرات المهمة في هذا الإطار على مدار الأعوام السابقة الماضية يبدو أنه لم يلتفت ليها. علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية واستفزازها بالعلاقة مع الطرف الروسي يعني ثبت فشلها وثبت عدم جدواها في التعامل على الأرض. هو الحقيقة كان بيحاول يغازل الجانب الأمريكي من خلال الكثير من الملفات الإقليمية يعني. وفي نفس الوقت هو لم يفلح في أنه هو يعني يقامر حضرتك عايز تقول كده يعني يعمل الجامبلينج في العلاقة بالطرفين، صحيح، بين روسيا وأمريكا. بين روسيا وأمريكا. علاقته بالإقليم عشان نفهمها كويس لازم نفهم إن هو الحاضن الفكري للتطرف. يعني إيه الحاضن الفكري للتطرف؟ هو من يصنع المتطرفين اللي يمكن في لحظة من اللحظات إن حضرتك تقدر تتكلم عنهم إن هم تحولوا إلى دواعش. طب ده بيتم عبر مراكز فكرية، مراكز أبحاث، بيتم عبر أكبر عملية تجنيد وأكبر عملية استقطاب للباحثين وشباب الأكاديميين في مختلف المناطق المحيطة به وتحديدا دول المنطقة العربية. بيستقطب مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين بيروحوا بيدرسوا في الجامعات التركية الموالية لفكره والموالية لحزب بتاعه اللي هو حزب العدالة والتنمية. بيتم تأسيسهم على فكرة معاداة الدولة الوطنية وتبني المشروع الإخواني الأردوغاني اللي هو بيخدم على المشروع الاستعماري الجديد بتاعه، اللي هو بيستغل العباءة الإخوانية لإقامة مشروعه الاستعماري، طموحاته الاستعمارية في المنطقة، طموحات الاستعمارية للعثماني الجديد بالزبط. يعني العثماني الجديد هو البناء الوهم من جديد، العثماني القديم يعني الاحتلال العثماني القديم هو الاحتلال العثماني الجديد بس في صورة مختلفة، هو بيحاول يلبسه عباية مختلفة. هو بيحاول ان هو يرتبط بعلاقات مع مجموعة من الإعلاميين عبر تأسيس مجموعة من القنوات وعبر تأسيس مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب اللي بتحتضن بعضهم وبيصرف عليهم بسخاء جدا، سواء بتمويل مباشر منه، وده عمل نوع من أنواع الضغوط الاقتصادية الكبيرة على الاقتصاد التركي، أو عبر دعم مستمر بيتلقاه من
الوكيل الثاني ليه في الحرب على منطقة قطر. طبعا ده خلق نوع من أنواع التمهيد للدور اللي أردوغان هيلعبه في المنطقة مع انطلاق الثورات اللي هم سموها ثورات الربيع العربي. لازم عشان نرجع نفهم نشوف المشهد بعد ثورات الربيع العربي. أردوغان وظهوره في دول الربيع العربي في مصر في تونس. أردوغان ودرجة تعامله مع الأنظمة وانفتاحه على الأنظمة اللي حصلت فيها مثل هذه الثورات وترحيبه بالقيادات اللي جت فيها والقيادات اللي جت فيها جت من خلفية تنظيم الإخوان سواء في مصر أو في تونس في هذه اللحظات. فكان من الواضح أن أردوغان رايح بيدعم هذه التنظيمات بقوة. دوره في التحريض على النظام الليبي، دوره في التحريض على النظام السوري. لما بتبص للمشهد ده مش بس الأمر مرتبط بمشروعه الاستعماري، ولكن الأمر مرتبط كمان بمصلحة سوريا، مصلحة تركيا الاقتصادية. ومصلحة تركيا الاقتصادية في غاز شرق المتوسط. يمكن كان مع حضراتكم هنا في قناة النيل الأخبار أحد الزملاء العظام من الأهرام العربي، زميلنا الأستاذ أسامة الدليل، وأفاض في شرح فكرة غاز شرق المتوسط. صحيح. وخلينا نقول أن منطقة غاز شرق المتوسط بالفعل تركيا تملك منها صفر غاز، وصفر غاز دي كان البديل عنها خط الغاز القادم من قطر وصولا إلى تركيا. دي اللي مصر دمرته وغيرت الفكرة كلها. بالضبط. أنت دمرته ودمرته أكتر المشروع التركي كله. دمرته أكتر باتفاقيات ترسيم الحدود اللي تمت مع أوبروس، أنك أنت بتقترب خلاص من اتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان، انك انت بتعمل نوع من انواع تامين الاكتشافات حقول الغاز، والدوله المصريه بتؤسس ما يحمي حقوقها الاقتصاديه في هذه المنطقه. طيب عنده اشكاليه كبيره تتعلق بمسؤوليه تركيا عن ازمه كبيره جدا، أزمة كبيرة تتعلق بعلاقتها بالأقليات في المحيط بتاعها. الأرمن سؤال مهم جدا في التاريخ التركي، وهو سؤال لا ينبغي أن احنا نغفل عنه. في قبرص اللي هو مصر يسميهم، هو بيقسمهم طبعا، والشعب القبرصي غير منقسم، ما فيش حاجة اسمها قبرص أتراك وقبرص غير أتراك. محاولة اللعب في الدولة القبرصية وتقزيم المشكلة إلى هذا المستوى، وعندك المشكلة الكردية. في كل هذا هو بيحاول أن هو يداري على ملفات أدينة بسببها كثيرا. الأكراد بالذات مشكلة كبيرة بالنسبة له، فكرة الحدود الأمنة أو المنطقة الأمنة، هو بيرحل إشكالية حقيقية في التعامل مع إشكالية كردية متواجدة داخل الأراضي التركية، وبيحاول أنه يلفظها ويرحلها إلى الخارج، بحيث أنه هو يأمن تواجد أقلية كردية في منطقة جنوب شرق تركيا، ويرحلها إلى منطقة الشمال الشرقي السوري والشمال الغربي العراقي، بحيث أنها تاخد المنطقة اللي فوق في الحدود السورية العراقية. ارتباطاته بدعم التنظيمات الإرهابية ارتباطات ثابتة على طول الخط، من لحظة اندلاع الثورات ما يعرف بالربيع العربي. ورفع الأعلام التركية والقطرية في البلدان اللي سقطت فيها الأنظمة بصورة دموية، سواء في ليبيا أو سواء في سوريا، دلائل إدانة دامغة على اللي كان بيحصل في محاولات هدم هذه الدول. الدور التركي نفسه. طبعا. ارتباطاته بتنظيم داعش وارتباطاته المباشرة، يعني انت ثبت ان من ضمن ملفات الفساد اللي كثيرا ما تفجرت في الاونه الاخيره، انك انت كنت بتشتري البترول من تنظيم داعش اللي كان مسيطر على مناطق البترول الغنيه في الشمال الغربي السوري، و
الشمال الشرقي الشمال الغربي العراق انا اسف والشمال الشرقي السوري، انك انت بتشتريهم منهم باقل الاسمان، وان العربيات كانت بتتم نقلهم، وان ده كان بيروح لمصلحه طبقه معينه في قلب هذه البلدان الدوله التركيه، يعني النخبه اللي هي مكونه من ابنه وما زال ده بيتم في ليبيا كمان. ارتباطاته بمشروعات في الدول اللي استهدفها زي الدوله الليبيه، وان هو في لحظه من اللحظات بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي كان بيحاول ان هو يدخل يعمل المشروعات التركيه كبديل للدوله الليبيه، وان هو موجود على الارض وان هو يقوم بكل هذه المشروعات. هو كان بيحاول يوجد لنفسه مساحه للتواجد والتوسع، سواء مصالح اقتصاديه، عايز يبقى موجود على الارض. انت بتتكلم على صراع نفوذ، صراع وجود، صراع على الارض، هو عايز يكون متواجد على هذه الارض. كونه ان هو توجه الى غزو الشمال الشرقي السوري امر مش جديد، يعني مش عايزين نقول ان هو عشان الامريكان انسحبوا فهو توجه الى هذا التوجه، لا، الامر مرتبط بتصور عنده عند اردوغان. والتصور اللي عند اردوغان جاي من اتفاقيات وترتيبات جرى الترتيب ليها من بدايه العام، يعني مش حاجه جديده، يعني من بقالهم 5-6 شهور شغالين الامريكان والاتراك في ترتيبات بشان هذا الملف. قد يكون فهم الاشاره خطا. يعني قد يكون قد فهم الاشاره خطا، انسحاب القوات الامريكيه وبالتالي يستغل الظرف. ممكن الامريكان وده بقى يخضع الى تاويل المشهد ايه اللي هيحصل، لان حتى هذه اللحظه المشهد في غايه الضبابيه وفي غايه الغموض والالتباس، وحتى البيانات الصادره بيانات كلها تحمل الكثير من التاويلات، يعني ممكن تفسرها الى مصلحه هذا الجانب والى مصلحه هذا الجانب. انما اللي مؤكد ان في ترتيبات وتنسيقات تم بين الجانب الامريكي والجانب الروسي، والمؤكد ان روسيا لن تسمح بانتهاك كبير للأراضي السورية. تمام. وأن روسيا لن تسمح بتفتيت الأرض السورية، هي واعية تماما. ويمكن في تصريحات من الرئيس بوتين وتصريحات من وزير الخارجية الروسي بأن هو لا سماح بالمساس بوحدة أو هوية الأراضي السورية. في ترتيبات معينة تم بين الطرفين، بين روسيا وأمريكا، بشأن ما سيجرى على الأرض حتى قبل بدء العملية العسكرية في تقديرك؟ حتى بدء قبل العملية العسكرية. يعني في تقدير أن في ترتيبات معينة تم بين الطرفين. الإشكالية أنك أنت لم تقرأ التاريخ جيدا. إحنا لم نقرأ التاريخ جيدا، ولم نستوعب ما تم في سايكس بيكو، ولم نستوعب ما تم في لحظات الوهن العربي الدائمة. والإشكالية أنك أنت شعوب ما زالت مصرة للأسف على إضاعة هوية دولتها الوطنية، وإضاعة المقدرات التي تملكها هذه الدولة وأجزاء منها، وإفقاد هذه الدولة القدرة على الدفاع عن نفسها. صحيح. وبالتالي انت بتيجي في لحظه من اللحظات، الدول العربيه في لحظه من اضعف لحظاتها حاليا. طبعا لما بتبص على خريطه الدول العربيه، المغرب العربي في حاله صعبه جدا، الجزائر داخله على انتخابات رئاسيه، الوضع فيها في حاله التباس شديد جدا. تونس وما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية بتدل على تحول ما في شكل نظام الحكم التونسي. ليبيا ما زالت المناوشات بين قدم وساق، وفي ظل ما حدث من انفلات في بعض السجون والإفراج عن بعض الدواعش، وإن ده ممكن يكون على سبيل نقلهم إلى الداخل الليبي، مما يشجع على تقوية القوات التي تجابه أو تحاول إن هي تجابه تقدم قوات الجيش الليبي، خليفة حفتر، الجيش العربي الليبي هناك. خلينا نقول ان ده امر مقلق جدا، وامر ينبغي ان احنا نحطه في الحسبان، ولازم نتوقف عنده كثيرا، لان
الجيش العربي الليبي وهو في طريقه إلى محاولة السيطرة وطرد هذه الشرازم الإرهابية وهذه الجرائم التي يتم انتهاكها بحق الشعب الليبي من أجل إعادة الأمن والاستقرار ليه، هو حق مشروع للشعب الليبي الحقيقة اللي بيعاني من 2011 لغاية النهاردة. وفي نفس الوقت هو لا يتوقف عن إثارة الفوضى في باقي الدول التي لم يصل إلى حد استهدافها، سواء بالدعم، توفير الدعم اللوجستي زي ما بنتكلم إلى مواقع إلكترونية، توفير الدعم اللوجستي إلى مواقع تواصل اجتماعي، احتضان إعلاميين، احتضان ناشطين، توفير الملاذ الآمن ليهم، توفير التمويل الكافي ليهم، عدم مراعاة، وده الأهم بقى، ويمكن دي من الحاجات اللي اتبنت عليها الحملات المضادة لأردوغان في الانتخابات والحزب اللي هو العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية، ويمكن حزب الشعب الجمهوري وقياداته كلهم بيتبنوا خطاب قوي جدا للمعارضة، إن هو لا يراعي حدود العلاقة التركية العربية وتاريخها الطويل، ولا يراعي حقوق الصداقة، وإن هو دائم محاولة الاعتداء وانتهاك سيادة الدول الأخرى. يعني ابتدى يتكون رأي عام مش بس جوه، مش بس خارجي، أو لدى من ينظرون إلى هذا النظام الأردوغاني الأحمق هذه النظرة، ولكن والأحمق خلاص يعني هي صفة التبست بي ولصقت بي ولصقها بي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو على ما يبدو الرئيس التركي أردوغان يعني قال لشعبه في تويتة كده ظريفة جدا، يعني قال لهم أنا مستغرب إن الراجل ده اتكلم بالطريقة دي، ما معناه يعني مستغرب إن الراجل ده اتكلم بالطريقة دي، هو ما كانش يليق بيه إن هو يتكلم بالطريقة دي، لكن هيجي الوقت اللي أنا هعرف أرد عليه. هترد على مين؟ يعني هو السؤال هنا هترد على مين؟ هترد على مين وهترد على أي جبهة من الجبهات اللي هي اتفتحت عليه؟ فأنت إذا كان المحيط بتاعك كله أنت فيه عنصر من عناصر بتشكل نوع من أنواع التهديد، سواء للأقليات المحيطة بيك، سواء للدول اللي ليها حقوق اقتصادية مائية في البحر المتوسط، سواء للدول صاحبة السيادة، سواء بتدعم تنظيمات إرهابية، سواء بتتدخل في انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية في دول تانية لمناصر التيار معين، أنت شايف أنك أنت لما بتوصله للحكم أنت من هنا بتحقق نوع من أنواع المكاسب بالنسبة لك، سواء من احتضانك لباحثين ومفكرين وتوفير فرص للدراسة بمنح مجانية وإعطائهم مقابل مادي لكل شهر للدراسة عندك، أنت كل ده بتحاول أن تغير من طريقة تفكير وطريقة استيعاب منطقة ما لمجريات الأحداث. فلو كنا احنا بنتكلم بالمنطق ده، أنت النهاردة من الواضح أن بقى في إدراك للعالم كمان بالمخاطر اللي أنت بتمثلها، ويمكن الهجوم الشديد اللي كان ابتدى يظهر عليه من مواقف دولية ابتدى يتزايد مع الكلام اللي ابتدى ينتشر مع بدء العملية التركية، اللي هو انك انت ابتديت تضرب بعض السجون اللي متواجد بها دواعش، وهنا يمكن العالم ابتدى ينتبه، هو الراجل ده بيعمل ايه؟ ده هو مش داخل يعمل منطقة أمينة كده بقى، ده صحيح. هو داخل الدواعش اللي احنا بقالنا 3-4 سنين بنحاول القضاء عليهم ونحاول لمهم في السجون، ده هو داخل بيضرب عشان يحاول ان هو يوفر لهم فكرة الفرار، ويقدر يوفر لهم فكرة الملاذ الامن، انه يقدر ينقلهم لمناطق يصيروا فيها مزيد من القلاقل والاضطرابات. طيب انا بس عشان الوقت محتاج اسال حضرتك سؤال، في جانب من التحليل السياسي بيقول ان العلاقه الامريكيه التركيه هي علاقه متشابكه في الكثير من الملفات، وزي ما اتفقنا ان كان في بعض التفاهمات الامريكيه التركيه قبل بدء العمليه العسكريه التركيه على سوريا، وده معناه ان في اتفاق مسبق. جانب اخر من التحليل بيقول سوف ياتي وقت يشكر العالم في اردوغان على دخوله سوريا، على اعتبار ان هذا سوف تكون النهايه بالنسبه للحاله الاردوغانيه في الداخل والخارج. حضرتك مع اي تحليلات ومع اي النتائج بعد كل هذه المحاولات؟ انا تصوري بسيط، الامر مرتبط بردود فعل اردوغان على الارض، كيف سيتعامل اردوغان على الارض في المرحله القادمه. اذا كان هناك نوع من انواع الالتزام، يعني خلينا نتخيل لقائه ب
مارك بينس ومارك بومبيو لما التقوا به في أنقرة في القصر الجمهوري، واللقاءات دي بثت وبثت التصريحات من خلالها. أتصور أن الأمور كانت واضحة، وتصور أن الاتفاق كان واضح، وأتصور أن مش كل حاجة اتقالت في قلب هذه الحجرة إحنا عرفناها، لكن مؤكد أن هناك تفاهمات لم يعلن عنها تم التفاهم عليها، ومؤكد أن هذه التفاهمات لو تم التراجع عن أي منها على الأرض أتصور أن هيكون في نوع من أنواع التصعيد اللي إحنا هنشوفه في الفترة اللي جاية، هيكون في نوع من أنواع التعامل في الفترة اللي جاية بصورة أكثر جدية، بصورة أكثر قوة مع الداخل الأردوغاني، مع هذا النظام الأردوغاني، من أجل تفويت عليه الفرصة نحو المزيد من إهدار يعني حدود القدرات للدولة الوطنية العربية، ومن أجل الحد من انتهاكه لسيادة الدولة العربية والشعوب العربية اللي كفاها يعني ما لقته من دمار من 2011 لغاية النهاردة وما قبلها بسبب احتضانه لهذه الأفكار المتطرفة ثم ترجمته لها على أرض الواقع باحتضانه لهذه التنظيمات المتطرفة. الحاكم، أنا عايز أسأل حضرتك، ما تتوقعه أنت خلال المرحلة القادمة بعد هجوم تركيا على سوريا وبعد هذه وقف إطلاق النار وبعد يعني إجراءات أردوغان خلال المرحلة القادمة؟ أنا لا أتوقع أنه هو هيتوقف. يعني أنا عن نفسي لا أتوقع أن هو في ظل غطرسته الشديدة وشعوره الشديد بالقوة و يعني كل هذا الكم من الدعاية الذي صاحب العملية وبدء العملية والبرامج والمنصات التي دعمت هذه العملية بتغريدات دعمت هذه العملية. يا راجل، ده أنت شفت يعني السادة من الإخوان المسلمين بيتفخروا أن الحامي العثماني والجيش المحمدي داخلين بالأراضي يعني بيخرجوا الدواعش، يعني مش كده، يعني الرحمة شوية بينا يعني يعني هنا بقى لازم نكون مستوعبين أن الجو ده مع شخصية زي دي عندها هذه التصورات عن الذات، أتصور أن هو مرشح للمزيد من السلوك اللي لو ما فهمش معنى كلمة الأحمق التي وردت في الرسالة التي أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم على مزيد من الحمقات في هذا المسار، وهو ما يمكن أن يهدد كثيرا من مستقبل هذا النظام التركي في البقاء. نورتني في هذا الحوار، أنا بشكر حضرتك جدا. الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، نورتني في هذا الحوار بكل هذه المعلومات، شرفتني. شكرا يا فندم. يعني عندنا بيان عاجل من النيابة العامة إلحاقا ببياننا السابق المؤرخ في 12 من أكتوبر لعام 2019 بشأن حالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة، فإن النيابة العامة تؤكد إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها، واستمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه، وحتى حققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوة بما لا يدع مجالا للشك في صحتها، فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات. كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات، وقدمت المتهمين جميعا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات. وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية استقرار إجراءات استقرت في ضمير المجتمع حتى لا يضر خصم من خصوم الدعوة، وتلك الإجراءات هي من النظام العام فضلا
فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات. وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوة، في أشد حرصا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جان جزاءه وفقا لأحكام القانون. وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، فإن حضرات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوة ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداء لأماناتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان، فالجميع أمام القانون سواء، فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدالة وأن العدل أساس الملك. ده كان بيان النيابة العامة. طيب هنتقل مع حضراتكم سريعا إلى موجز الأنباء مع زميل محمد ترك، بعدها نتواصل في الحوار الثاني في من القاهرة. ابقوا معنا.